غايب عيسى، ميشيل الصيفي وسيف ماضي على التنفيذ. العناوين: صوان يصرف النظر عن الاستجوابات في انتظار البت بالمذاكرة حول نقل الملف من يده. رئيس حزب الكتائب: سنؤسس تحالفا مع من يشبهنا والمجلس النيابي عقيم. ماكرون يلغي زيارته للبنان بسبب إصابته بالكورونا. عون: اعتماد معايير واحدة يمكن أن يذلل صعوبات التشكيل. عراجي يتوقع ارتفاعا في الإصابات بالكورونا يمتد إلى شباط. القضاء أمام المحك ومحكمة التمييز الجزائية بالتحديد، فكيف ستبت بالمذاكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر وطلبا فيها نقل الدعوى في قضية المرفأ من عهدة القاضي فادي صوان إلى قاض آخر؟ وفي الانتظار توقف القاضي صوان عن الاستماع إلى المدعى عليهم في انتظار البت في المذاكرة. وإلى القضاء مجلس النواب على المحك أيضا، ولكن المجلس وعلى لسان نائب رئيسه إلي الفرزلي رأى أن الملفات ليس فيها شبهات حقيقية، فكيف يؤمل من المجلس أن يكون شفافا في هذه القضية؟ إذن كباش بين القضاء وأهل المنظومة الذين يريدون تبرئة أنفسهم من أي مسؤولية في واحد من أكبر الانفجارات في العالم، ولكن الشارع لن يكون ساكتا، فأهالي الشهداء يتحركون ونظم تحرك اليوم أمام قصر العدل دعما لاستقلالية القضاء. المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان صرف النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقررا غدا إلى أن تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار بالمذاكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان. ولم يحضر وزير الأشغال السابق يوسف فنيينوس أو وكيله القانوني إلى دائرة المحقق العدلي ولم يرسل أي عذر، فيما قال فنيينوس أنه لم يحضر بسبب عدم تحديد جلسة له اليوم. وقد حضر المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبة مع وكيله القانوني، إلا أنه لم يتم الاستماع إليه ولم تحصل أي مواجهة بينه وبين الرائد جوزيف النديف. وقررت اليوم هيئة مكتب المجلس عدم إبلاغ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر دعوة المحقق العدلي للمثول أمامه بصفة مدعى عليهما. أهل شهداء المرفأ زاروا وزير الداخلية محمد فهمي وطلبوا منه عدم تسييس القضاء وضرورة استدعاء الجميع من دون استثناءات ومن دون غطاء طائفي أو مذهبي أو سياسي. ونظمت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت دعما لاستقلالية القضاء. ما رح نترك ولا قاضي نزيه عم بيقوم بشغله. نقول للقاضي صوان ما تترك ملفك، كفي. الشعب اللبناني كله معك، حتى اللي ما عم ينزل لهون. الشعب اللبناني كله متعطش للعدالة. الشعب اللبناني بيقلك يا قاضي صوان كفي على الكل، كل حدا مذنب، كل حدا كان له يدية بالجريمة الإرهابية والجريمة البشعة اللي انعملت بحق اللبنانيين كفي فيها، والشعب اللبناني معك، وما تقبلوا برد الملف لغير قاضي. منشد عيل كل قاضي نزيه وآدمي، منشد عليه. شي طبيعي مجلس النواب هاو يتكتلوا مع بعضهم لأنه هن نهبين وسارقين البلد. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تمنى تشكيل حكومة مستقلة توقف النزيف وتبدأ الإصلاحات وتنظم انتخابات نيابية نزيهة، ولكن المؤشرات كلها تدل على أن منطقة المحاصصة هو السائد، ولذلك فإن أي كلام عن استقلالية الحكومة هو ضحك على الناس. وأضاف: لا يمكن للحريري أن يترأس حكومة مستقلة، بل يجب الإتيان بشخصية مستقلة، وإذا كان الحريري على رأس الحكومة فإن القرار
القوى السياسية الأخرى ستطالب بالمشاركة، ما يعيدنا إلى نقطة الصفر. وفي حديث لموقع الام تي في، اعتبر الجميل أن المجلس النيابي بات اليوم بأكمله جزءا من هذه التركيبة التي تسلم البلد إلى جهنم، واصفا إياه بأنه مجلس عقيم. وأشار إلى أن الحلفاء السابقين لا يشبهوننا، فهم اتخذوا خيارات أخرى مثل الدخول في التسوية الرئاسية وإقرار الموازنات التي ساهمت في إيصالنا إلى ما نحن عليه، والتصويت على قانون الانتخاب الذي سلم البلد إلى حزب الله. هذه الخيارات كانت الحد الفاصل في علاقاتنا مع حلفائنا. بالنسبة إلينا، هناك لبنان قديم يجسده المجلس النيابي الحالي، أما نحن فنطمح للبنان جديد مع ناس يشبهوننا. ورأى رئيس الكتائب أن خطوة قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ جيدة ولكن ناقصة، معتبرا أن على القاضي صوان أن يوسع إطار الاتهامات، فالمعنيون بالمسؤولية كثر من الوزارات إلى الأجهزة الأمنية، وحين يقوم بخطوة شاملة لن يسائله أحد، وهو قام فعلا بأمر جريء وفتح للمرة الأولى بابا لمحاسبة حقيقية، ولكن عليه ألا يستثني أحدا. وعرضت الفعل الطائفية على استدعاء صوان لرئيس حكومة تصريف الأعمال، رأى الجميل أنها تأتي في سياق محاولات الإفلات من القضاء تحت غطاء طائفي، ولذلك كنا ضد رفض مساءلة رياض سلامي لأنه ينتمي إلى طائفة معينة، ورئيس الجمهورية يجب أن يخضع أيضا للمساءلة، خصوصا أنه كان يعرف بوجود هذه المواد. والآن إلى تغريدة اليوم. بعدما تقدم حزب الله بالشكوى ضد الوزير السابق أشرف ريفي على خلفية تحميله الحزب المسؤولية عن انفجار المرفأ، غرد ريفي كاتبا: وأخيرا اكتشف حزب الله أن في لبنان قضاء متوهما تطويعه واستعماله أداة من أدواته للترهيب والإلغاء، لكن حسنا فعل. وأضاف: نيترات الأمونيوم أرسلت إلى لبنان من قبل الحرس الثوري الإيراني لصالح حزب الله. قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، أعلن قصر الإليزي إصابة ماكرون بالكورونا وإلغاء كل رحلاته الخارجية، مشيرا إلى أنه سيخضع للعزل لسبعة أيام وسيستمر في ممارسة مهامه عن بعد. مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي يزور بيروت أكد من قصر بعبدة أن ليس هناك من مبادرة عربية، وأن الجامعة العربية لن تكون بديلا عن اللبنانيين، إنما طرف مساعد. عندما ينظر المراقب أو المتابع الخارجي للوضع يرى أن هناك تعاملا يشبه التعامل العادي مع أي وضع عادي لتشكيل حكومة مثلا، وكأنه البلد لا يمر بأزمات حقيقية تهدد كيان الدولة ذاتها مثلما نستمع من جميع السياسيين. هناك ضرورة لكي يعمل اللبنانيون أنفسهم، يعني القيادات اللبنانية، من أجل